بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة لمساق تدقيق حسابات 2. طبعا هذه المحاضرة تركز على تدقيق الصندوق وبالتحديد تدقيق صندوق المصروفات النثرية. طبعا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن تدقيق الصندوق بشكل عام، تحدثنا عن العمليات والإجراءات التي تشوه الصندوق، ما هي إجراءات الرقابة الداخلية على الصندوق، كيف يمكن لمدقق الحسابات أن يتأكد من صدق وعدالة رصيد الصندوق وأن يتحقق من جميع الأهداف الخاصة بتدقيق حساب الصندوق من الحدوث والاكتمال والدقة وما إلى ذلك. طبعاً بخصوصية حساب صندوق المصروفات النثرية حبيت أنه أعطيه محاضرة لوحده بشكل مستقل حتى نركز عليه، لو طبعا لخصوصيته ولطبيعة هذا الحساب. يبدأ اليوم إن شاء الله احنا هنركز على البيتي كاش فوند، اللي هو بنتحدث عن صندوق المصروفات النثرية. البعض يطلق عليه أحيانا بسلفة المصروفات النثرية، في القطاع الحكومي بسموها السلفة المستديمة. يبقى احنا البعض يسميه صندوق المصروفات النثرية لأنه هو فعلا صندوق مستقل عن الصندوق العام للشركة، يخصص لأغراض محددة. البعض يسميه السلفة النثرية، البعض يسميه كما في القطاع الحكومي السلفة المستديمة. طبعا سنتعرف في هذه المحاضرة على إيش المقصود بصندوق المصروفات النثرية، متى ينشأ الصندوق وكيف ينشأ، كيف يتم الصرف من هذا الصندوق واستعادة السلفة أو تجديد اللي هو مبلغ الصندوق، وإجراءات تدقيق صندوق المصروفات النثرية اللي بيقوم فيها مدقق الحسابات في الشركة. طبعا احنا نتحدث عن شركة يوجد بها صندوق مصروفات نثرية. احنا قلنا النقدية في الشركة إما بتكون في الصندوق إما بتكون في صندوق المصروفات النثرية، وهذا طبعا في تفاوت، قد يكون المبلغ صغير أو المبلغ كبير. وفي عنا النقدية في البنك، احنا إن شاء الله عنا حيكون محاضرة قادمة حول تدقيق النقدية في البنك من خلال ما يعرف بمذكرة تسوية البنك. الآن نشوف إيش المقصود بصندوق المصروفات النثرية. طبعاً صندوق المصروفات النثرية يعتبر من إحدى الصناديق اللي بيكون فيها نقدية داخل الشركة، وهذه النقدية إلها أوجه استخدام محددة. يعني أنشأ هذا الصندوق لاعتبارات هذه لا تتلائم مع طبيعة المصروفات، بمعنى أنه بشكل عام في الشركات هناك مبالغ نقدية تدفع لكن بالحد القليل. الأصل أن الشركات تتجه أكثر لاستخدام الشيكات، لكن أنا أحيانا بكون عندي مصروفات كثيرة متكررة، أحيانا أنا بكون عندي مصروفات مبالغها صغيرة، أحيانا أنا بكون عندي مصروفات صعب أن أوفر فيها مستندات متكاملة بدورة مستندية كاملة كما يحدث في مثلا في موضوع الشراء، مثلا مصروف الكهرباء، مثلا مصروف الإيجار. أيضا أحيانا إذا أنا بدي أستخدم الشيكات لدفع هذه المصروفات الصغيرة ربما تكلفة الشيك نفسه أكبر من قيمة المصروف. عشان هيك نشأ ما يعني يسمى عندي بصندوق المصروفات النثرية. يبقى هذه المصروفات لها طبيعة خاصة. يبقى الآن ما المقصود بصندوق المصروفات النثرية؟ إحدى وسائل الرقابة على النقدية أن تكون جميع المصروفات عن طريق الشيكات، هذا كلام إحنا واضح. وفي حالات خاصة ونادرة يتم الصرف نقدي وفق ضوابط تضعها الإدارة. حتى في الأنظمة المالية للشركات الصرف يكون من خلال الشيكات، لأنه إحنا بنعرف الشيكات بالأصل إنه الشركة لا تحتفظ بنقود بحجم أو برصيد كبير داخل الشركة، الصرف بيتم من خلال الشيكات. وبالتالي عمليات الصرف النقدي في الشركات بتكون محدودة وفق ضوابط بتضعها الإدارة في أنظمتها المالية، لكن زي ما حكيت هناك مصاريف متفرقة مبالغها صغيرة نسبيا. طبعا الأمر النسبي هذا يتفاوت، طبعا بتضطر إدارة الشركة لصرفها نقدا، طبعا ليش؟ نظرا لطبيعتها ولأن دفعها بشيك غير عملي ومكلف. يعني مش منطق والله أنا عشان بدي أصرف مبلغ بخمسة دينار أصدر شيك عشانها، تمام، أو والله عشان 10 دينار أو عشان 20 دينار. طبعا أنا حكيت الأمر نسبي، بالإضافة أنه والله أحيانا بعض المصروفات بتضطر أنت تصرفها لشغلات، يعني مثلا دفعت لتاكسي خاص بالشركة مواصلات 10 دولار أو 5 دولار،
والله مثلا شريت من السوق مثلا منتج معين، شريت من الدكانه مثلا شغله ضيافه للشركه، تمام. فبالتالي هناك بعض المصاريف الصغيره بتضطر اداره الشركه تصرفها نقدا. ليش؟ لانه طبيعه هذه المصاريف فيها مصاريف متكرره، مصاريف صغيره، مصاريف صعب ان نوفر دوره مستنديه كامله لها، ولان دفعها بشيك غير عملي ومكلف. طيب ايش الحل بالحاله هذه؟ الحل انه نكون صندوق المصروفات النثريه، بسموها سلفه النثريه. هذه كيف بتصير؟ انه يكلف موظف، يعني انا بشوف موظف من موظفي الشركه الدائمين، الموظف بشكل دائم، موظف معقد، وبخليه يكون مسؤول عن هذا الصندوق وعن الصرف منه والاستعاضه. يعني باجي بختار موظف مثلا مدير مكتب الاداره، مدير الشركه مثلا، سكرتير مدير الشركه مثلا، موظف اداري في الشركه بيكون معقد دائم، بختاره ويكلف بانه يكون هو امين صندوق المصروفات النثريه، بمعنى هو مسؤول عن صرف هذا المبلغ. هل ممكن تكون في الشركه اكثر من سلفه نثريه؟ او ممكن تكون في الشركه، ممكن يكون عندي والله مثلا سلفه نثريه للمكتب الهندسي، سلفه نثريه لقسم المشتريات، وهكذا. لكن الامر زي ما نقول يكون مدروس وبحدود وبضوابط، لانه احنا حكينا انه هذا استثناء، هذا استثناء. طبعا هذا الموظف اللي بنختاره يكون امين على هذا الصندوق، مسؤول عن الصرف من وفق الاجراءات اللي بتحطها وتضعها الاداره، والاستعاضه بشكل شهري او حسب الاجراء. معنى والله ممكن انا اعمل استعاضه كل شهر، مع نهايه الشهر بعمل تجديد. مقصود بالاستعاضه هو التجديد، يعني انا والله معطيه 1000 شيكل، طب لان نهايه الشهر صار 200، يعني صرف 800، بعمل تجديد للاستعاضه، بمعنى مع بدايه كل شهر يجب ان تعود السلفه الى ما كانت عليه برصيدها الاول، وهو ال1000 شيكل، تمام. او مرات بكون والله بيتم الاستعاضه حسب الاجراء، والله مثلا انا عندي السلفه 1000 شيكل او 1000 او $500، انا بقول عندما تصبح رصيد السلفه مثلا والله $50 بلازم اجدد، حتى لو بعد اسبوع، حتى لو بعد 10 ايام، تمام. فهذا بيعتمد على اجراءات الصرف ومبالغ الصرف في الشركه. وبالتالي صندوق النثريه هو صندوق او سلفه النثريه هي مبلغ يعطى ويمنح لموظف يكون هو امين عليه ومسؤول عنه، ويتم الصرف من هذا الصندوق لاحتياجات الشركه من مصروفات صغيره متكرره بسيطه، تمام. والشخص هذا بيكون مسؤول عن حفظ الاموال هذه، حفظ النقود في مكان خاص فيها، قد تكون خزنه، قد تكون صندوق خاص لحمايه هذه النقود، وحفظ المستندات، وايضا الاستعاضه بشكل شهري حسب الاجراء اللي تضعه اداره الشركه. الان متى او كيف ينشا صندوق المصروفات النثري؟ طبعا احنا حناخذ حاله عمليه. الان احنا وضحنا انه انا احيانا في الشركه محتاج مثلا والله مواصلات، بحتاج طبعا انا ممكن اتفق مع مكتب تاكسيات واتعامل معاه، لكن انت مرات بيكون بتصير ظروف طارئه، انا والله ممكن احتاج لضيافه، ممكن احتاج احيانا لنوع معين من القرطاسيه اللي مش متوفره في الشركه واللي لا احتاجها بكميات كبيره، يعني والله مثلا احتاجت ل مثلا اقلام سبوره انا في الشركه ما بحتاجها وما بشتريها بشكل رسمي، فاضطريت اشتري فيها، اشتري علبه، تمام. او والله احتاجت مثلا لضيافه، او والله احتاجت مثلا لهديه، بدي اروح والله مثلا زياره لاحد الموظفين او زياره لاحد المؤسسات، فبدي اخذ والله مثلا درع او هديه او بوكيه ورد او ما الى ذلك. وبالتالي مش منطق انا والله اعمل عشان 100 شيكل او عشان $20 اعمل معامله كامله وقصه زي هيك. فبالتالي بيتم انشاء هذا الصندوق وهذا عند هذا الموظف. كمثال، تقرر انشاء صندوق المصروفات النثريه بمبلغ 100 دينار تم تحصيلها من البنك، والموظف المسؤول هو ايه؟ هو يحيى. يبقى امين صندوق المصروفات النثريه هو يحيى. القيد على طول بيكون من حساب الصندوق، لان انت الان اودعت مبلغ في صندوق وانشات مبلغ، انشات صندوق جديد اسمه صندوق المصروفات النثريه، وبالتالي هذا مدين. في المقابل اموالنا في البنك اللي هي نقديه البنك انخفضت بكون دائم، يبقى من صندوق المصروفات النثريه او من سلفه المصروفات النثريه الى حساب النقديه في البنك. وبالتالي يمكن الصوره هذه بتعبر عن موضوع اللي هي النثريه، انه احيانا بكون عندي هذا الموظف بعطيه زي خزنه صغيره هيك، زي الحقيبه الصغيره مؤمنه، تمام، هو يحفظ فيها هذه الاموال، يصرف منها طبعا لاغراض الشركه، واي مستندات احنا شايفين في الصوره موجود عندها مستندات، اي مستندات بتم تجميعها في هذه الخزنه حتى نحتاجها عند الاستعاره. الخطوه الثانيه للصرف من الصندوق، عند الصرف من الصندوق لا بد من التوثيق، حيث لا بد من فاتوره. يعني انت الان والله صرفت الضيافه بدي فاتوره،
مواصلات، شرينا والله هدية أو درع أو ما إلى ذلك، يبقى عند الصرف هذا الشخص المسؤول عن أمين الصندوق لا بد أن يتوفر عنده عشان يصرف فاتورة أو سند صرف مقابل المبلغ يوقع عليه أصحاب العلاقة ويحتفظ فيه أمير الصندوق أو أمين الصندوق عفوا بالفواتير. طبعا هذا أمين الصندوق، مش خلينا نعدلها، يحتفظ فيه أمين الصندوق بالفواتير والمستندات ولا يقوم بالتسجيل أي قيد عند الصرف من الصندوق. يبقى هام بالحالة هذه أي عملية صرف من الصندوق عشان تصرف أنت كأمين صندوق يجب أن يتوفر فيه مستند فاتورة، سند صرف، تمام، وهذه المستندات وهذه الفواتير تحفظ في الصندوق ولا تسجل في قيد عند الصرف، تمام. طب متى تسجل عندنا؟ حنشوف الآن في نقطة هنا تطرح نفسها، أنه أنت يا أستاذ حكيت أنه في بعض المبالغ ما بقدر أوفر أنا فيها فاتورة أو سند صرف. لا، إحنا قلنا بشكل واضح صعب أوفر فاتورة، بوفر سند صرف. بمعنى إيش سند صرف؟ إن والله أنت صارف من واحد أو دفعت لواحد 10 شيكل أو 5 دولار، بقول له بس وقع لأنه أنت والله استلمت، تمام. أحيانا أنا بضطر إنه والله أنا صرفت لواحد، على الأقل باخذ صورة هويته، تمام، باخذ صورة هويته والله كإثبات إن أنا صارف لهذا الشخص مبلغ 10 شيكل. اما القضيه انه تكون تصرف بدون اي مستند هذا مرفوض. اذا في فاتوره بنجيب فاتوره، اذا في ايصال بنجيب ايصال، اذا في سند صرف بنجيب سند صرف، اذا لازم نعمل والله هيك كبون او بطاقه صغيره او كبون صغير هيك موضوع الصرف نعمل، اذا والله بلزم انه اخذ صوره هويه الشخص اللي انا والله اشتريت منه او دفعت له باخذ صوره هويه حتى يتوفر عندي اي مستند، تمام، يثبت عمليه الصرف، تمام. لأن نيجي لاستعاضة السلفة، طبعا احنا قلنا اما تتم الاستعاضة مع نهاية كل شهر او انه والله عند وصول وبلوغ صندوق المصروفات النثرية لرصيد معين تحدد الإدارة بتم الاستعاضة والتجديد. يعني والله مثلا احنا نقول مع بداية مع نهاية كل شهر بتم التجديد وهكذا، او انه والله مثلا انا عندي السلفة مبلغ 500 او 1000 دينار، تمام، اذا وصل المبلغ ل 100 دينار يجب انه اعمل استعاضة للسلفه وتجديد لها. يبقى يعني عندما يصل مبلغ السلفه الرصيد الى حد معين يقوم مسؤول الصندوق اللي هو امين الصندوق اللي سميناه يحيى بتقديم كشف بالمصروفات المدفوعه ويتم استعاضه المبلغ. لمين بيقدم كشف بالمصروفات المدفوعه؟ بيقدم كشف لقسم الحسابات او قسم الماليه، كشف بكل المصروفات اللي اندفعت ومرفق مع هذا الكشف كل المستندات، في فاتوره، في ايصال، في سند صرف، في كشف، في صوره هويه، في كابون صرف، في اي ما يثبت عمليه الصرف يرفق مع كشف المصروفات وتتم الاستعاضه للسلف او للصندوق. طبعا بدنا نفترض انه كانت المصاريف اللي صرفها امين الصندوق المصروفات النثريه 45 دينار، مصاريف نقل، مصاريف بريد 15 دينار، مهمات مكتبيه 35، النقديه كرصيد في الصندوق كانت 5 دنانير. وبالتالي بالحاله هذه قيد الاستعاضه حقول من مذكورين، احنا بنعرف كل او اي مصروف يدفع بده يكون مدين، وهذه زي المصروفات زي الرواتب وزي الهاتف لكن هي مبالغها صغيره وتثبت مره واحده. بمعنى كلمه مصاريف نقل يعني اكثر من مصروف نقل، يعني مره دفعت 5، مره 3، مره 10، مره 15، انا جمعت كل مصاريف النقل على مدار الشهر واثبتها في حساب واحد، تمام. فلكن ما بدي اقول والله مصروف نقل ركاب، مصروف نقل موظفين، مصروف نقل مش عارف ايش، لا ما بقدر، وال 5 دينار، 3 دينار، 2 دينار، 10 دينار، انا بجمعها كلها على مدار الشهر عند الاستعاضه وبثبتها من حساب مصاريف نقل 45 دينار، من حساب مصاريف البريد 15 دينار، ممكن يكون انا بعت بريد ب 2 دينار، بريد ب 3 دينار، بجمع كلهم مع بعض، وايضا من حساب مهمات مكتبيه، والله مثلا بدي اطبع ورقه معينه، بدي اطبع صوره معينه، بدي والله اطبع مثلا تقرير سنوي تاع الشركه. طب هذا بيتم طول الشهر مره ب 2 دينار ومره ب 1 دينار، ما بثبت التفاصيل هذه، بثبتها بمبلغ اجمالي وهي مهمات مكتبيه 35 دينار الى حساب ايه؟ النقديه او البنك 95. احنا الان الرصيد قديش ضايل؟ الرصيد ضايل كم؟ 5، وهي الان كمان استعادت 95 بالمقابل هذه المصروفات، فرجع الصندوق قديش رصيده؟ 100 دينار، لانه هنا انا عندي ما في القيد ما جبت سيره، يعني في القيد عندي هان في القيد ما جبت سيرة حساب صندوق المصروفات النثرية، ظل رصيده مدين، أنهان أثبت المصروفات وفي المقابل استلمت مبلغ المبالغ المصروفة وهي 95 دينار.
هذه ال 95 دينار تضاف للرصيد في صندوق النثرية الخمس دنانير، وتلقائي بالتالي بيرجع رصيد الصندوق كما كان في بداية الشهر أو في بداية تكوينه إلى 100 دينار. فالقيد بتاع الاستعاضة هي أمامنا من مذكورين: حساب مصاريف نقل، حساب مصاريف بريد، حساب مهمات مكتبية كل واحد مبلغها الإجمالي، إلى حساب النقدية أو البنك، النقدية في البنك. الآن نيجي للنقطة الأخيرة في هذه المحاضرة: إجراءات تدقيق، إجراءات تدقيق صندوق المصروفات النثرية. طبعا أنت كمدقق حسابات بدك تقوم بفهم ودراسة سياسات الشركة الموصوفة بخصوص الموصوفة والموضوعة بخصوص الرقابة على سلفة النثرية أو صندوق النثرية. تمام، أول شيء بدك تتأكد منه، طبعا هذه كلها الاعتبارات أنت كمدقق حسابات بتوليها اهتمام حسب حسب مبلغ سلفة صندوق النثرية. أنت بتحكي تو أن المبلغ 100 دينار، يعني مش مستاهل، مش مستاهل أنا أبذل جهد فيه كبير، على الأقل حنشوف الآن كيف بدنا ندققه. كل ما الأمر طبعا بيخضع للأهمية النسبية، فبالتالي كل ما كبر مبلغ صندوق النثرية أنا بعطيه اهتمام أكبر في إجراءاتي كمدقق حسابات. طبعا على المدقق أنه يفهم سياسات الشركة بخصوص الرقابة على النثرية، مثل هل في موجود موظف مسؤول عن هذه السلفة ولا الأمر متروك بشكل عام للموظفين؟ كم هو الحد الأدنى الأعلى لقيمة السلفة؟ تمام، بمعنى قديش حد الاعلى لقيمه السلفه، بده يكون عارف المدقق ذلك. انواع المصروفات اللي تنفق من السلفه، الان في مصروفات ما بنفع نصرفها من السلفه، تمام، في مصروفات انا متكرره، انا ليش كل مره والله مثلا بدي اشتري ضيافه، طبعا بالمره مثلا بدي اشتري والله قهوه مثلا، ليش كل شهر بشتري 5 اوقيات قهوه؟ طبعا انا قادر اجيب الموضوع من خلال اجراء شراء معتاد. مثلا ليش انا والله اشتري اقلام كل فترة بشكل متكرر؟ إذا وجد المدقق أن هناك مصروفات متكررة، فلا، الأصل تجمع هذه المصروفات على مستوى الشركة كل شهر وبنوردها مرة واحدة بشكل نظامي من خلال عروض أسعار ومشتريات. الحد الأعلى لكل مصروف قديش؟ معنى فيه مبالغ ما ينفعش تكون من صندوق المصروفات النثرية، لازم يتم وفق إجراء رسمي للصرف. بعملها شيك، يعني مش ما تقول والله دفعنا 200 دينار مصروفات مصروف ناقل مثلا، لا، هذه بتتم بفاتوره او باجراء رسمي. ضروره توفر المستندات المؤيده لعمليات الصرف، انا حكيت قبل قليل انه حتى المبالغ الصغيره يجب ان يتوفر فيها مستند بالطريقه اللي يجتهد فيها امين الصندوق وفق الضوابط اللي بتحطها مين؟ بتحطها الشركه. زي ما حكيت بدك فاتوره، بنوفر فاتوره، مستند، سند صرف، كبون معين، بطاقه، صوت هويه، اي شيء حتى نثبت عمليه الصرف. تحديد الفترات الزمنية للصرف، هل لازم أجدد كل شهر أو كل ما يصل المبلغ لرصيد معين؟ وأيضا لازم تكون في آلية واضحة لتجديد السلفة بالفترة والثانية. أيضا لو أنا بدي أنقل السلفة من موظف إلى موظف، طب لو صار في عندي اختلاس من الموظف أو صار عنده خطأ عند هذا الموظف، تمام، بالإضافة لإجراءات أخرى لازم تكون معروفة وضعها الشركة كسياسة لموضوع النثري. الآن كيف ندقق صندوق النثري؟ إذا تبين للمدقق قوة الإجراءات الرقابية لهذا الصندوق يمكن أن يكتفي بهذا العمل خلال السنة، خاصة إذا كانت السلفة والنفقات منها غير مادية. يعني والله إذا وجدنا أنه في فعلا إجراءات وضعها إدارة الشركة، نظام رقابة قوي ويعني كويس على صندوق النثرية، فيمكن أن يكتفي المدقق بهذا الموضوع، ما يعملش أي إجراءات، وخاصة إذا كانت السلفة والنفقات منها يعني غير مادية، يعني مبالغ بسيطة، سلفة صغيرة ومبالغ بسيطة. تمام، احنا اذا كانت الاجراءات كافيه خلاص ما بديش اضيع وقت فيها يعني. اما اذا كانت القيم للسلفه والنفقات منها ماديه مبالغ كبيره، قيمه السلفه كبيره، فيقوم المدقق بالاختبارات في نهايه السنه ومن هذه الاجراءات التي يقوم بها المدقق. يبقى اذا كانت السلفه كبيره، بالاضافه انه والله نظام الرقابه مش نافع او ضعيف، يبقى بدنا نقوم باجراءات. اول اجراء واهم اجراء هو عد النقديه في صندوق النثريه، والعد نحن نقصد فيه عد مفاجئ، يعني جرد النقدية في صندوق المصروفات النثرية بشكل مفاجئ. هذا من أقوى الإجراءات لتدقيق صندوق النثرية. تمام، التحقق من قيم المصروفات، وبدي أتأكد من المستندات الموجودة فيها وفعلا أن هذه مبالغ حقيقية انصرفت مش وهمية، وأن هذه المبالغ والمصروفات بتخص الشركة. أيضا التحقق من التوثيق والتفويض بهذه المصروفات، يعني في توثيق، في مستند، وايضا في تفويض، بمعنى انه والله انا في شغلات ما ينفعش اشتريها، مش مطلوب اشتريها انا كشركه، تلزمنيش كشركه.
تمام. انا والله مثلا معتاد انه والله الضيافه اللي بوفرها مثلا عندي والله مثلا مشروب شاي، فاش الاقي حالي والله شاي المشروبات الثانيه. انا والله مثلا بحكي انه والله الضيافه اللي بوفرها مثلا واحده الوجبات مثلا للموظفين المتاخر في الدوام بحدود مثلا 10 شيكل مثلا، اروح الاقي هو صارف ضيافه للموظفين او وجبات مثلا غداء ب 30 شيكل الوجبه، هذا مرفوض. يبقى في عندي انا تحقق من التوثيق والتفويض بهذه المصروفات من الاداره. تسلسل المستندات الخاصة بالمدفوعات من السلفة زي ما حكينا هذه تتبع لطبيعة المصروف، بمعنى بده يجتهد نظام الرقابة وأمين الصندوق إنه إذا بقدر يوفر مستندات كاملة متسلسلة لعملية المصروف السلفة بكون تمام، ما قدرش على الأقل يوفر مستند يثبت عملية الصرف. يبقى أهم نقطة بس عشان نختم بهذه المحاضرة، أهم نقطة في إجراءات تدقيق الحسابات الخاصة بصندوق المصروفات النثرية إذا كانت السلفة والنفقات مادية ونظام الرقابة ضعيف، إنه هو أهم إجراء صراحة، أهم إجراء هو جلب النقدية في الصندوق بشكل طبعا صندوق النثرية بشكل مفاجئ حتى نطمئن إنه الأمور يعني مضبوطة وإنه في التزام من أمين الصندوق الخاصة بالنثرية بإجراءات الشركة وفي هناك حماية وصدق للأرقام الظاهرة في صندوق المصروفات النثرية. هيك احنا بنكون خلصنا هذه المحاضرة المختصرة واللي ركزت على صندوق المصروفات النثرية، بتمنى تكون واضحة. وهذه هذا الكلام ينطبق على صندوق النثرية او سلفة النثرية او السلفة المستديمة سواء في الشركات او في الجمعيات الاهلية او في القطاع الحكومي. الفكرة واحدة، كيف الهدف منها، كيف تنشأ، كيف ايضا تدقق. بشكركم في ختام المحاضرة على استماعكم، بتمنى تحضروا المحاضرة، وإذا كان في أي استفسار أو سؤال كويس تحطوه في التعليقات. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في محاضرة جديدة في تدقيق آخر بند من البنود النقدية وهي النقدية في البنك من خلال تدقيق مذكرة تسوية البنك. شكرا لكم مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.